طبعا هون السؤال شوفوا كنتم، لاحظوا عندي مثلث فيه زاويتين وفي ضلعين، واحد من الأضلاع ما هو معروفة، فهذه بدلني مباشرة على نظرية السينوس، نظرية الساين، اللي هي بتقول نظرية الساين نكتبها، تقول إذا عندي أنا زاويتين وضلعين فالنسب بين الزاويتين تساوي النسب بين الضلعين، أو بصيغة تانية يعني النسب بين كل ضلع وزاوية يساوي النسبة بين كل ضلع وزاوية مقابيله. يعني لو جيت تكتب X على سينوس 120، سينوس 120 يساوي الضلع 4 كوك 2 على سينوس 45، طبعا مقابيله يعني. تمام، هاي اول فكرة بكل بساطة. بعد شو بنساوي؟ مثلا الطرفين بالوسطين شلا دشلا، X مضروبة بسينوس 45 تساوي 4 كوك 2 بسينوس 120. هلا بقى عندي احسب السينوس. فسينوس ال 45 لازم اعرفه، نعرفه نحن، بس سينوس ال 120 ما حفظناها. شلون نحسب سينوس ال 120؟ راح اتبع طرف، نذكر بطريقه حساب سينوس لزوايا ما هي شهيره مثل ال 120، تذكروا بنقول اما هي 90 زائد او 180 ناقص، اي تساوي مو زائد، حكينا زائد فكتبت هيك، سينوس 180 ناقص 60. تمام، يعني بتعرفوا هلا بنقول ال 180 مع السينوس ما بتاثر عليها، ضل لي سينوس 60، و 180 الا ناقص، يعني انا في الربع الثاني والسينوس بالربع الثاني فوق موجه، فضل سينوس ال 60 نفسه. طبعا سينوس ال 60 كمان لازم نكون حافظينه، هو جذر 3 على 2. تمام؟ وحلا بعثت لي اجابه، هلا بنشوف اذا صح ولا غلط. اكس هلا بنعوض، سينوس 45 جذر 2 على 2 يساوي 4 جذر 2 بسينوس ال 120، قلنا سينوس ال 60 نفسه، جذر 3 وكمان على 2 كله. طبعا على 2 هي بس لجذر 3، بس بما انه في ضرب حطيتها على 2 نفسها. لاحظوا بكل بساطه هلا شو بساوي؟ بختصر فعليا، من الطرفين بضرب باثنين الطرفين بتروح الاثنين من المقام، بنقسم على جذر اثنين الطرفين بروح جذر اثنين من الطرفين، طبعا بضل لي اكس لوحده، هي بالاحمر راح اكتبها، تساوي الاربعه وجذر الثلاثه، يعني الاختيار الصحيح هو الاختيار دي. واضحين لهون شو سوينا؟ بنرجع بنذكرها، اهم شغله فيها ضلعين زاويتين دليل انه استخدم السينوس. ليش؟ ضلع ما بعرفه ضلع وزاويتين بكفوني، زاويه ما بعرفها ضلعين وزاويه بكفوني. واضحين للكل؟ تمام؟ نجي على السؤال اللي بعده. اللي هو السينوس أس 2 على السيكنت أس 2 ناقص تانجنت أس 2 ناقص كوسينوس أس 2. يلا شو بطلع معنا؟ بتعرفوا هذا إنه إن صادقها لي، وهذا سؤال دائما بيجي بهذا الشكل أو بغيره طبعا. هذا على ورقة وقلم بنشغل بشكل دقيق، ونحن تعلمنا الخطوات الأساسية اللي فيه.
تانجانت بغيرة، سيكانت بغيرة، شو ما شو بتعني بدلالة الساين والكوساين، وبعدين بكمل بشوف شو بيطلع معي، وبستخدم الخواص الأساسية تبعات سينوس مربع زائد كوسينوس مربع واحد، تانجانت ضد كوتانجانت لنفس الزاوية واحد. هاو الخصائص الأساسية اللي عندنا تعرفوهن انتو فعليا. هشتغل انا شوي معناتها وانتو تشتغلوا عنكم. السينوس المربع هعيفه مثل ما هو، السينوس قص 2، وانما اللي تحت سيكانت هو 1 على كوسينوس مربع، 1 على كوسينوس مربع ناقص تانجانت هو السينوس مربع على كوسينوس مربع، كوسينوس أس 2 لإكس طبعا، كلهم طبعا إكس نفس الزاوية، وفي عندي ناقص كوسينوس مربع مثل ما هو، هي كوسينوس مربع إكس تساوي، نضال بعت لي إجابة. تمام، نشوف سينوس مربع فوق رح أعيفه بشكل مبدئي، وتحت عندي لاحظوا فيه بالأصل كسر موحدة مقاماته، المقام تحت كوسينوس مربع، وعندي فوق 1 ناقص سينوس مربع. طبعا 1 ناقص سينوس مربع هو نفسه كوسينوس مربع، أي كوسينوس للتربيع ناقص كوسينوس للتربيع اللي ما لي دخل فيه. مرة تانية 1 ناقص سينوس أس 2 هي كوسينوس أس 2، هي علاقة فيثاغورس الأساسية. يعني صار عندي سينوس مربع على كوسينوس مربع على كوسينوس مربع، يعني كوسينوس أس 2 على 2 1 ناقص كوسينوس أس 2. ومرة تانية بترجع بتطلع لي علاقة فيثاغورس مرة تانية، اللي هي انه 1 ناقص كوسينوس مربع هي نفسها سينوس مربع. طبعا دائما لإكس، انا عم انسى الإكس هو لازم اكتبه لما انساها، يعني سينوس مربع لإكس على سينوس مربع لنفس الزاوية يعني 1، يعني اختيار هو جي. تمام، قاعدة أساسية هي مستخدمة كتير كتير فعليا دائما بالاختصار، سينوس مربع هي 1 ناقص كوسينوس مربع، كوسينوس مربع هي 1 ناقص سينوس مربع، وهكذا. تعالوا نشوف آخر سؤالين كمان بعتمدوا على قواعد أساسية، حلهم بسرعة. سؤال أول عندي سينوس 22 على كوسينوس 68، طبعا لاحظوا هاو زاوية ما شهيرة على الخالص، 22 ما بنعرفها أبدا، وحتى ما فينا نرجع على مثلا والله 180 ناقص أو 180 زائد أو أشتغل فيها. وبالمثل عندي مين؟ الـ 68، ما فينا نعرف هيك شيء، ولكن نحن أخذنا خاصية مهمة كتير كتير وخاصة لهيك تمارين. سينوس الـ 22 هي كوسينوس كمال 93، ما تسمى التيمليان، اللي هي إذا عندنا مجموع زاويتين 90، سينوس الأولى هو كوسينوس الثانية، كوسينوس الأولى سينوس الثانية، وهكذا. نفس الشيء مع التانجانت والكوتانجانت. مين كمالة الـ 22 للـ 90؟ هي 68. معناتها هذه فيني أكتبه أنا بكل بساطة كوسينوس 68 هي نفسها سينوس الـ 22، وتحت إذا بدي كوسينوس الـ 68 بكتب سينوس الـ 22، بس ما رح أستفيد كتير. ليش؟ ما يعني انا حولت 22 ل 68، ليش لا احول 68 ل 22؟ يعني عيفه مثل ما هي كوسينوس بكل بساطه 68، هذا بروحوا مع بعض اصلا بيطلع واحد، زائد تانجانت 68 هي نفسها كمان كوتانجانت 22، ها حولت 68 ل 22 هالمره، هي نفس الشيء يعني في الاخير، بس بحافظ على اللي تحت كوتانجانت 22. مرة تانية شوفوا كرتين،
68 كمال تلال 90 22 التانجنت بقلب كوتانجنت. أول كسر واحد بضوحوا مع بعض لأنه، والثاني كسر بضوحوا مع بعض طبعا بنحط محلهم وحدات زائد واحد يعني يساوي 2. يعني الجواب هو إيه؟ واضحين للكل؟ تمام؟ أفكار ما هي صعبة كتير كتير يعني، بس هي بدها خطوات ونكون متأكدين القواعد الأساسية. يعني طبعا القواعد الأساسية اللي لازم ما ننساها. نجي على السؤال الأخير، كمان عنا تحليل. واحد على كوسينوس مربع، هاي بعيفه مثل ما هو، تعودنا انه نحن الكوتانجنت والتانجنت نحولهم اول شيء، هاي ناقص. واحد على كوتانجنت مربع هو التانجنت مربع اصلا، تعرفوا انتم التانجنت هو مقلوب الكوتانجنت، فواحد على كوتانجنت هو التانجنت مربع، اي التانجنت مربع. يعني واحد على كوساين مربع ناقص التانجنت هو ساين على كوساين، يعني ساين مربع على كوساين مربع يساوي المقام نفسه كوساين مربع كوساينوس 2 اكس، وفوق واحد ناقص ساين أس 2، واحد ناقص ساين أس 2 هي نفسها كوساين أس 2 لإكس. مرة تانية كوساين أس 2 على كوساين أس 2 أصلاً هذا واحد، يعني الجواب هو جي. واضحين للكل؟ تمام؟ في أسئلة؟ بس الجاي إن شاء الله نرجع من عيده؟ طيب أول شيء أنا قلت الكوتانجنت لأغيره لأصله ساين على كوساين، بس قلت أول شيء خليني واحد على كوتانجنت أسويه تانجنت. نحن بنعرف تعريف الكوتانجنت هو مقلوب التانجنت والعكس بالعكس، يعني تانجنت يساوي واحد على كوتانجنت، والكوتانجنت إذا بدي إياه هو واحد على تانجنت. كوتانجنت لأي زاوية هو واحد على تانجنت، ومن الخاصية الشهيرة أصلاً اللي بنستخدمها كتير اللي هي انه كوتانجنت بتانجنت واحد، يعني اذا ضربت الطرفين بالوسطين هم. فانا قلت الواحد على كوتانجنت اس 2 هي نفسها تانجنت اس 2. بعدها قلت تانجنت مين هو؟ هو ساين على كوساين، يعني ساين اس 2 على كوساين اس 2 لانه هو التانجنت اس 2. صار المقام نفسه، حطيته نفسه، قلت واحد ناقص ساين اس 2. على واحد ناقص ساين أس 2 قلنا هيدا نحفظه كتير، هاي بتكرر، هو كوساين أس 2. كوساين أس 2 على ساين على كوساين أس 2 يعني عدد على حاله يساوي واحد، يعني الجواب جي. هيك بنكون خلصنا هدول التمارين.